اقدر اعرف بقى ملك الجمال الحفله متضايقه من ايه؟ مش العادي بتاعك. بصراحه متضايقه ان انا جيت. ليه يا سلمى؟ ليه يا سلمى؟ ده انا مبسوط جدا انك جيتي. جلال، هو انت بتعمل رؤيه كده ليه؟ رؤيه. اما انا عارف ان الموضوع ده وراه رؤيه. لا بتكلم بجد، يعني هو ازاي في حاجه بينكم وانت طول الوقت بتبين ان انت اصلا مش حابب وجودها اساسا؟ حاجه بيني وبين مين؟ بينك وبين رؤيه. حبيبتي بقى، ما انا عارف، هم خطفوكي في البيت هي وامها، ورحت عليهم مربعين على ودنك وبخين سموهم، صح؟ ممكن تقولي لي قالوا لك ايه؟ يعني هم قالوا لي حاجات كتير يعني، بس اهمهم انك من وانت صغير بتحب رؤيه وانك حاجزها. الهي يحجزوكي يا رؤية يا بنت رفايدة في سجن القناطر بالبدلة الحمراء، ويكون مفتي الجمهورية جوه أول ما تخش السجن يقوم ناطق الحمراء. عيب عيب، ما يصحش تتكلم عن رؤية قدامي كده خالص. بنتي حاجزها دي القصة قديمة من واحنا صغيرين. بصي، رؤية دي أنا كنت بحبسها في أوضة، بتعامل معاها كفار يعني، فبحبسها في الأوضة يسألوني فين رؤية أقول لهم حاجزها، بس خدوها بقى لبانة في بقهم لحد ما كبرنا وبقى جلجل حاجز رؤية، بقى فهمتي؟ ايه بس هي بتحبك وبتغير عليك قوي. وانت عشان كده ما كنتش عايزه تيجي الحفله؟ بصراحه انا ما كنتش جايه يعني، بس لولا الجدعنه اللي انت عملتها معايا الصبح في الاسم ولولا ان رؤيه موجوده انا ما كنتش جيت. هاجي معاك ليه يعني لوحدي؟ ما هي تبقى رؤيه نفعتنا بحاجه. انا كل اللي عايز اقوله لك ان انا ورؤيه علاقتنا ببعض علاقه عائليه بحته. انا بالنسبه لها ابن خالتها وهي بالنسبه لي ابن خالتي. نقطه من اول الصفر. وتقولي كده ليه اصلا وانا مالي؟ ايه اللي انا مالي دي يا سلمى؟ ايه يا سلمى؟ هو احنا مش اصحاب يا سلمى؟ مش اصحاب؟ صحاب المفروض ان هم يعرفوا الحاجات دي عن بعضهم ولا؟ ايوه بس هي قالت لي ان انت كمان بتحبها. يا بنتي بيت عوم على عوم امها. لا طب اشرحها لك ازاي؟ رؤية ورفايدة دول كبرى وافعى. بيبخ والله. هو انا مش ما كنتش موجود صح؟ كنت رحتي لوحدك. اول ما شافتها مش قاعده تفعص في خدودها بتقولي بنتي قطه بنتي كلمه. عملت كده ولا ما عملتش بذمتي؟ بصراحه كان موضوع صعب قوي. كارثي، اكيد تجربه قاسيه جدا صح؟ هموت واروح. شفتي بقى؟ شفت انا عايش مع مين ومستحمل مين وبشوف القرف من مين؟ طب خلاص، طب تعالى نروح نشوفها بس عشان ما تعرفش حد هنا ولوحدها. يعني رؤيه هي ايه؟ قتب طالع لي في ظهري؟ رؤيه دي قتب؟ جلال احنا قلنا ايه؟ انا اسف يا سلمى، رؤيه دي ألذ ست في الدنيا. بالظبط. ايه؟ انت قلت رؤيه دي ايه؟ قتب. ايه؟ قلت عليها انت ألذ ست. انت قلت انت لا هتشرقي ولا ايه؟ اشربي 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 اشرب العصير ده. اشربي العصير ده. انا بقى هشرب العصير ده. بقول لك ايه، اسمك ايه؟ اديني كان زي مقفوله من عندك، انا مش مضمنه العصير بتاعكم ده. يا مساء الخير. مبدئيا كل سنه وانتم طيبين. انا احب اقول كلمه. النهارده طبعا حفل الثانوي اللي احنا بنستناه من السنه للسنه، والنهارده يتزامن مع الحفل ده انتصار جديد ونجاح جديد. بس برضه لازم اقول مين السبب في هذا الانتصار وهذا النجاح؟ مين اللي حرك الدينامو؟ مين اللي أشعل الشعلة؟ مين اللي أثار الإثارة؟ الحقيقة هو أنا، والفضل يرجع لي، ولازم نرد الفضل لأصحابه. بس في بقى كمان اللي شجعني وقف جنبي ودعمني، وده من حقه إن أنا أقول هو مين، لأنه موجود معانا هنا. الشخص ده هو أنا، لأن أنا من غيري ما كنتش وصلت لأي حاجة. فأنا بشكرني على وقوفي جنبي، ربنا يخليني ليا وما يحرمني مني ابدا. واخيرا اقدم لكم جلجل، صديقي في المطلق ونعم الصداقه. اتفضل يا جلجل. مساء الخير عليكم جميعا. سعيد ان انتم موجودين وان انا موجود وسطكم. عايز اقول بس على حاجه. لا 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 انجز، كفايه كده. ايه؟ شكرا ليك. هيك في الكلمه اللي انا قلتها؟ ما انا بسقف لك وانت قلت المختصر المفيد. صح، انت ما لحقتش تقول المختصر يعني، بس تمام. مش انا اقعد ارغي واتكلم عن نفسي يعني بس.